كل سنة وانتم طيبين. احنا بنقيم معرض تراثنا لدورته الثالثة، واحنا حرصنا ان هو دايما اقامته يكون في شهر 10، لان شهر 10 ده هو شهر الانتصارات بالنسبة لنا. فانا بعتبر اقامة معرض تراثنا وبنفخر ونتشرف دايما ان احنا بيتم اقامته تحت رعاية فخامة الرئيس، لان هي بتكون رسالة لكل اصحاب المشروعات الصغيرة وخاصة الحرف التراثية اليدوية، لانه بيكون محفل ليهم كلهم لتسويق منتجاتهم وقد ايه ابراز مدى اتقان وجودة المنتج المصري. مش مجرد بقى المنتج بس، احنا بتصادف دايما في خلال اقامتنا المعارض ان انت بتتعرضي للهوية المصرية نفسها، بتشوفي سيدات وبتشوفي شباب وبتشوفي رجال عندهم طموح وعندهم امل وبيبتدوا يستخدموا مهاراتهم الشخصية وامكانيات المدينة او القرية اللي هو موجودين فيها عشان يطلع لك منتج. يعني اول ما تشوفيه من غير ما اقول صنع في مصر بتعرفي ان هو مصري من كتر ما هو معبر فعلا عن الهوية المصرية. احنا في تحضيرات النهاردة زي ما حضرتك شايفة المعرض فيه 1500 عارض، وده رقم احنا ما وصلنالوش ابدا قبل كده، وحرصنا على ان احنا يكون في تباعد برضو في المساحات وان احنا ناخد اجراءاتنا الاحترازية، وفي نفس الوقت ان احنا تكون في مجال لعرض اصحاب المشروعات لعرض منتجاتهم. طبعا انا من خلال لقائي معاكم، احنا النهاردة اليوم التحضيري الافتتاح ان شاء الله يوم السبت، وان شاء الله المعرض هيكون من يوم 9 لغاية يوم 15، بنفتحه من الساعة 11 وابوابه بتغلق في 10 مساء. بنرحب بكل المواطنين ومن كله اللي ليهم رغبة في اقتناء منتج مصري معمول مش مجرد بإتقان وحرفة، معمول بحب من أهالي مصر. أنا بدرت على الاتصال دي بشكل مباشر وعرفت احتياجاته وعرفت هو بيشتغل ايه، ومش هو بيشتغل لوحده على فكرة، دي العائلة كلها بتشتغل في هذه المنتجات. فلقيت ان احنا من الواجب علينا ان احنا افتح له مجال لتسويق منتجه، ومش مجرد بقى كده، انا خدته كنموذج كرمز ان قد ايه اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. مفيش حد يقول انا مش لاقي شغل، مفيش حد يقول انا عملت مشروع ولم اوفق فيه، لا، الدولة معاك، انا كجهاز تنمية المشروعات واقفين معاك، محتاج تمويل بديك، محتاج تدريب، محتاج تسويق. انا من ضمن الحاجات اللي قلتها له، قلت له انا عايز اطور المنتج بتاعك، مجرد ما يبقاش ان هي منتجات لتزيين المنزل فقط لغير، لكن احنا ممكن نصنفها في حاجات تانية، اطباق مائدة، فناجين، ممكن ناخد المنتج بتاعه ده نوظفه بشكل مختلف وبالتالي افتح له مجالات تسويق. فهو مشاركته معايا النهاردة في المعرض بإذن الله الغرض منها رسالة لكل حد مجتهد، كل حد عنده الجدية ان هو يعمل مشروع، احنا هنبقى معاه. ومش عايزين نسمع خالص عندنا في مصر ان في لا شاب ولا فتاة ولا مواطن ما عندوش فرصة العمل.